السلام عليكم يا خيت، حياك الله يا خيت. يا خيت هذا خزان المياه الثاني ان شاء الله بتبرع كريم تقيم من الاخت الفاضله الكريمه ام عمر واهل بيتها. السلام عليكم يا عمي، حياك الله يا عمي. يا عمي هذا خزان مياه ان شاء الله بتبرع كريم سخي، هذا خزان مياه الاول من ام عمر واهل بيتها. اللهم امين يا عمي، اللهم امين ان شاء الله بخفف عنكم وبكون هون لكم، حفظهم الله واطال الله في عمرهم بتوبه الصحه والعافيه.